لما نصحى الصبح شنو أول شيء ممكن نعمله؟ فعلياً أغلبنا نصبح في الصبح طبعاً ونمسك تليفوناتنا نشوف مسجاتنا الإشعارات اللي وصلت أيضاً حتى قبل ما ننهض من السرير. ممكن الكثير منا يدخل على وسائل التواصل يتفرج على الفيديوهات وعلى الفيد كذلك فيه من غير توقف. يعني حياتنا يوم بعد يوم رغدة عم تصير أكثر اعتماد على الإنترنت، سواء العمل في المنزل للترفيه التواصل مع الآخرين صح. التسوق أو الخدمات حتى المالية، كل شيء تقريبا صار بيعتمد على الإنترنت بشكل أو بآخر في حياتنا. نعم، ويمكن في البداية كانت فكرة الإنترنت كانت مقتصرة بس على الترفيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل مع الناس يعني. بس اليوم الموضوع أصبح أكثر تعقيد وأكثر استخداماً أيضاً. الشيء اللي بدأ في البداية كوسيلة للتواصل، كوسيلة للمرح، للبحث عن أصدقاء والدردشة معهم، اليوم أصبح جزء أساسي من حياتنا بحسب الأمم المتحدة، واللي تؤكد على أهمية الإنترنت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبحسب المنظمة الأممية، الوصول للإنترنت هو حق أساسي للجميع، كما هو حق التعليم والصحة والحياة وتوفير الاتصال بالإنترنت لمختلف الفئات، يدعم تطور وتقدم المجتمعات. نعم، وعشان هذا السبب نلجو أن جميع الجهات الحكومية تنتقد تلاعب الإنترنت كوسيلة للضغط على المحتجين أو على المنتقدين لسياسة ما، أو تطبيق سياسة حجب الإنترنت، أو قطعها أيضاً عن بعض الفئات والسكان. صح. لهيك لنعرف إلى أي مدى فعلياً مهم الإنترنت في حياتنا اليومية، خلونا نسمع إجاباتكم عن مدى اعتمادكم على الإنترنت في أعمالكم وحياتكم ومختلف التفاصيل. قبل سنوات اختبرنا الحجر الصحي، واختبرنا معه منع التجول ووقف الحركة الاعتيادية والسلامة والمصافحة، بل وغيرنا الكثير من تفاصيل حياتنا التي كانت أشبه بالعزلة لولا الإنترنت، فبفضل التواصل الافتراضي بقينا على اتصال. الإنترنت ليس مجرد فضاء للتسلية بحسب الأمم المتحدة، وإنما قد يكون وسيلتنا الوحيدة في بعض الأحيان للوصول إلى أحبائنا أو التعلم والعمل والمشاركة السياسية، أو حتى منصة للتعبير عن آرائنا. كل هذه الوسائل يمكن للإنترنت أن يقدمها بكبسة زر، ولكن ماذا لو انقطع الإنترنت بالكامل؟ هذا التساؤل يبدو واقعاً أو تجربة فعلية عاشها ملايين الأشخاص في دول عدة في منطقتنا وحول العالم، حيث تلجأ الجهات الرسمية لقطع الإنترنت عن السكان في حالة مختلفة وفق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الناس بالاتصال بالإنترنت، موضحة أن قطعه يعتبر انتهاكاً لحقوق السكان وسيؤدي إلى آثار مأساوية على أرض الواقع، حيث يسهم تعطيل الإنترنت في بعض المناطق في قمع الحريات وتكميم الأفواه وتضييق مساحات الرأي والتعبير، وبالتالي يمنع الوصول إلى الأدوات الرقمية اللازمة لتوثيق الانتهاكات، ما قد يزيد من ممارسات العنف والتستر على الجرائم الوحشية التي قد تحدث. كما يؤثر قطع الإنترنت على الفئات الهشة ويرفع نسب حرمانهم من التعليم والعمل، ويعرقل الأعمال والتنمية والاقتصاد، ويضر بأعمال ملايين الموظفين. وفيما تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز الاتصال بشبكة الإنترنت وضمان حق الجميع بالإنترنت، توثق منصة أكسس ناو تعرض الملايين من سكان المنطقة العربية لانقطاع الإنترنت بشكل دوري، إما خلال حدوث الاحتجاجات أو خلال فترات اختبارات الطلبة، وهو أمر يتكرر حدوثه سنوياً، ما يعطل أعمال الموظفين واتصال الأفراد وتوثيق الانتهاكات. الإنترنت عندما يتعطل حقيقة هو يشل الحركة تقريبا، يعني يشل كل شيء بالمجتمع، لأن يعني كما قلت هو هناك تواصل بين الناس، وهناك أخبار بين الناس، وهناك يعني شركات، وهناك يعني جهات، وهناك الكل هو يعتمد على الإنترنت. عندما يتوقف الإنترنت تتوقف كل الحياة حقيقة. الإنترنت دور العالم كله، يتنفس الإنترنت، معناتها سي الأكسجين تاع الإيكونومي تاع الاتصالات تاع كل شيء، ما نجموش نعيشوا من غيرها.
سوف كو مالوريزمون ثم ساعات نستعملوها لحاجات خايبه. بون في لي ريزو سوسيو في شنو معناتها ناس في بلدان متقدمه تستعمل فيها للخدمه باش تطور باش تقرب المسافات باش شنو يعني نستعملوا فيك اللي هيشك بشك. يعني بالتاكيد هو الانترنت سلاح ذو حدين ما حد يقدر يستغنى عنه، وممكن انه يكون له مضار كبيره، وللاسف الشديد يعني انا اقولها وقلبي مليء بالاسى انه العراقيين اغلبهم مدى يستغلون استخدام الانترنت بصوره صحيحه. ولكن لو نتكلم عن حياتنا الشخصيه وعن حياتنا الاجتماعيه وحتى العمليه فالانترنت اصبح شيء ضروري يعني جزء لا يتجزا من الحياه. اليوم بعض الدول تعتبر من لا يعرف استخدام الانترنت امي، فاليوم اصبح الانترنت جزء كلش كبير من الحياه، لانه اليوم نتكلم بصراحه عملك دراستك حياتك الاجتماعيه اقاربك اصدقائك الى اخره كل شيء اصبح مرتبط بالانترنت، سفرك تعاملاتك الماليه اليوم اصبح الانترنت هو اساس العالم. هي الانترنت في اوميم طون بيه اوميم طون خايبه اوميم طون بيه في حاجه انك تعاونك على القرايه تعاونك باش الكوميونيكاسيون بين اصحابك ولا بين عائلتك، والحاجات الخايبه فيها انك تولي مدمن تولي ساعات بعدك على قرايه يعني ياخذ لك تبدا دزونات بعدك جمله على قرايه ولا تخليك منعزل تولي انطوائي اكثر. يجب ان يكون الانترنت في متناول الجميع بالعراق وان تكون خدمه جيده جدا، لان حاليا احنا نعاني من رداءة الانترنت حقيقه الكل، وانا شخصيا وكل الناس في العراق يعني سئمنا من هذا الوضع، لانه كثير من الاعمال تتاخر، كثير من الاتصالات، كثير من الريد خدمه وطنيه خدمه ممتازه يعني تقدمها وزاره الاتصالات او الشركات المنافسه الرديفه لها للمواطن وايصالها الى كل بيت وقريه وناحيه في العراق. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا من بيروت المحامي ورئيس منظمة جاستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان دكتور بول مرقس. دكتور صباح الخير. الأمم المتحدة والمراصد الحقوقية تحذر من تراجع الحريات الرقمية عالميا، لماذا برأيك؟ هنالك أسباب عديدة، منها أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة، لكن أعددها جميعها سريعا. هناك مسألة الرقابة الحكومية في قمع التظاهرات، في منع حدوث الثورات، في تجنب الانقلابات، في الاعتصامات الشعبية والتحركات الاعتراضية، كل ذلك يتطلب من الحكومات مرات عديدة قطع الانترنت. أيضا مسائل التجسس، مسائل الاقتحام السيبراني على الشبكة العنكبوتية يعني الانترنت، شبكة الانترنت، كل هذه تتطلب سواء شئنا أم أبينا أيضا هنا نوعا من الحجب للمواقع، مراقبة الاتصالات. بالعموم هنالك استعمال التكنولوجيا سواء بشكل صحيح أو استعمال من أجل ربما تحقيق مكاسب للسلطة على حساب حريات الشعوب. نعم، يعني دكتور بول، لأي شخص اليوم يستمع أو يشاهد التوقعات والظروف التي يشهدها الإنترنت في العالم اليوم يخطر في باله السؤال، ألا وهو لماذا تقوم الدول والهيئات بالتحكم بالإنترنت وقطعه كخطوة أولى للسيطرة على أي احتجاجات اليوم؟ هناك رغبة في السيطرة على التواصل، أي على وسائل التواصل بالعموم، ومنع انتشار الأخبار. مرات عديدة هذه الأخبار تكون غير مرغوب بها بالنسبة للسلطات التي تريد منع الإنترنت، ومن شأن هذه الأخبار إذا تم تعميمها ونشرها على هذا الصعيد المكثف أن تحدث تغييرات سياسية لا ترغب بها السلطة، ومرات تريد السلطة الحفاظ على الاستقرار. نحن لا ندافع عن هذه الأسباب، نحن نعرض هذه الأسباب ونقول أن هذه الأسباب مرات عديدة يساء استخدامها من قبل السلطة كالرقابة على المعلومات وعلى الإعلام. يعني أعطي أمثلة عام 2021، هنالك دول عدة قامت السلطات فيها بحجب الإنترنت ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتقييدها، يعني تشاد، أوغندا، كونغو، النيجر، زامبيا، إيران، ميانمار، عندما كان هنالك انقلاب عسكري عام 2021، تركيا، البحرين، السودان في الأحداث الأخيرة أيضا لجأت السلطة إلى ذلك. لكن
الوجه المشرق للإنترنت أن سكان العالم اليوم أصبحوا على الأقل ثلثي عدد السكان يستعمل الإنترنت. نحن بحاجة إلى محو الأمية الرقمية، يبقى نحو ثلث عدد سكان العالم، رغم أن هنالك دراسة حديثة اطلعت عليها للأسف تقول أن طلاب المدارس فقط يستعملون أو تتاح لهم خدمة الإنترنت ثلث عددهم فقط، وبالتالي الأرقام هنا مقلوبة، يعني نحن بحاجة إلى زيادة هذه النسبة لدى الطلاب. نعم. طيب، لماذا يعتبر الوصول للإنترنت بشكل عام هو وسيلة داعمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة حسب ما قالت منظمة الأمم المتحدة؟ هنالك هدف أن نصل إلى عام ليس 2030 فحسب، إنما في العام المقبل ربما، إلى نوع من الاتساع في المعرفة الرقمية إلى حدود كبيرة. يترافق ذلك أيضا مع ما يسمى عدم استعمال الورق paperless. كل ذلك هي من الأهداف التي تسعى إليها الدول تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة، وسيصار إلى تصنيف الدول بين دول متقدمة ودول متراجعة أو دول متخلفة تبعا لمدى إتاحة وصول الناس فيها إلى المعلومات ونشر الثقافة والمعرفة. أعتقد أن الإنترنت أصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان، لم يكن كذلك عندما وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، إنما اليوم هو حق أساسي لا يندرج فقط ضمن إطار حرية الرأي والتعبير، يعني يتخطى ذلك ليصبح حقا أساسيا، ويجب تخصيص مادة خاصة فيه في هذه الإعلانات والمواثيق على غرار المادة 19 من الإعلان العالمي، المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حتى أن مجلس حقوق الإنسان أصدر أيضا مواثيق في هذا الإطار أو قرارات، ولو لم تكن بالإجماع ولو لم تكن ملزمة هي الأخرى، وأيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم. طيب دكتور بول، برأيك كيف يدعم الوصول للإنترنت الفئات الهشة وسكان المدن والقرى النائية إلى توفير فرص أكثر لربما إنصاف بالنسبة لهم؟ أولا الوصول إلى التعليم، يعني التعليم عن بعد يمكن أن يتحقق فقط بسبب توافر خدمة الإنترنت. تصوري معي مثلا أننا نريد في القرن 21 أن نبني مدرسة في كل ضيعة، وهذا أمر يعني صعب جدا ومكلف، وبحاجة إلى صيانة دورية وترميم وتواصل مع المركز، وهذا أمر متعذر. بينما إذا أتحنا مثلا الصناعة الرقمية أن تصل إلى حدود انتشار المعرفة في الضيع والأماكن النائية، نوصل التعليم إلى أبناء هذه القرى بسهولة. هذا أمر جد مهم على صعيد نشر ثقافة يعني المعرفة والعلم والثقافة عبر الإنترنت. أيضا مسألة مثلا منع الرشاوة في الإدارات العامة، إذا عممنا خدمة الإنترنت في المعاملات الجارية بين المواطن والإدارة نصبح أمام ما يسمى non-face-to-face transactions، يعني لا يعود المواطن بحاجة إلى الاحتكاك بالموظف الإداري حتى يطلب منه إجراء المعاملة بسرعة أو تخليص المعاملة على نحو غير قانوني، مع ما يستتبع ذلك من رشا وابتزاز ربما أيضا من قبل الموظف العمومي. يعني مسألة تعميم نشر الإنترنت أمر جد مهم بالنسبة للفئات الشعبية بالمقهورة المغبونة التي بحاجة أيضا إلى إتاحة الحقوق لها دون ما تمييز كما يحصل بالنسبة للمترفهين الآخرين. نعم. شكرا جزيلا لك المحامي ورئيس منظمة جستيسيا للإماء وحقوق الإنسان دكتور بول مرقص، شكرا جزيلا لحضرتك. تتابعنا بعد قليل مشاهدينا، كيف تحول الإنترنت إلى ساحة معركة وهل نحن أمام فقدان حق أساسي؟ ابقوا معنا.
استكمالا لملفنا حول انقطاعات الانترنت والتحكم الحكومي بهذا المجال، في سوريا يواجه الأهالي تضييقا كبيرا من قبل الحكومات المسيطرة على مختلف المناطق والتي تتحكم بسرعة وأسعار الانترنت إلى جانب الرقابة الشديدة. نعم، وفي ظل الانقطاع والرقابة الشديدة مثل ما ذكرتي على وسائل الاتصال عبر الانترنت، فضلا عن رفع أسعار خدماتها، يلجأ كثير من الأهالي لبرامج وتطبيقات محظورة للتواصل مع ذويهم خارج البلاد. نتابع. بعد انتهاء ليث الناشط في المجالين الإنساني والإعلامي من التصوير، يواجه مشكلة في تحميل الملفات عبر الإنترنت وإرسالها إلى الجهة التي يعمل بها، يجد نفسه أمام خيارين: إما الانتظار لساعات حتى يتم التحميل، أو دفع مبلغ كبير لقاء الحصول على سرعة جيدة للإنترنت، في وقت تبقى المشكلة الأكبر هي الانقطاع المفاجئ للإنترنت لساعات في بعض الأحيان. سرعة المفروض 50 ميجا بدي أدفع شهرياً $50، هاي مع الفصل اللي بيصير أثناء الرفع المادي، فأنا بدي أضطر أبرك على اللابتوب راقبه لمدة 4-5 ساعات حتى أقدر أرفع المادي. قرار الهيئة الناظمة للاتصالات رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 35% أثار سخط السكان، حيث زاد العبء على الأهالي الذين يعانون من أزمات اقتصادية وارتفاع في التكاليف المعيشية وانخفاض في حجم الدخل الشهري، في وقت يعزو حقوقيون هذا القرار إلى السياسة المتبعة من قبل السلطات في حملة التضييق على المواطنين. طبعا بالنسبة للغلاء في الإنترنت بسوريا، ما هو التحدي الوحيد بالنسبة لموضوع الإنترنت بشكل عام، وإنما في أسباب أخرى غير الغلاء. طبعا الغلاء هو أحد العوامل اللي بتقيد الإنترنت عنا في المنطقة. بات الإنترنت متنفسا لدى شريحة واسعة من السوريين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على أقربائهم وأصدقائهم في سوريا أو خارجها، أو بهدف معرفة التطورات اليومية من قصف وارتفاع في أسعار المواد وحركة الطرقات، ويلجأ الكثيرون إلى استخدام برامج وتطبيقات محظورة في ظل الرقابة الشديدة من قبل السلطات الحاكمة. والله بالنسبة لجودة النت صفر، ما في عنا جودة أبدا، وبالنسبة للأسعار في فرق شاسع بين تركيا وهوني، في فرق كبير بين هونيك 100 ميجا $10 هون عم بياخذوا 3 دبال، يعني كو أنا مقطوع عندي إلا البيت بالبيت النت، وهون فاتح أنا مجاني، ما حرام؟ والله عم نتواصل معهم، مثلا هني من مناطق النظام ناكبي حما، فإحنا بنلاقي صعوبة حتى نتواصل معهم، في أصحابي وفي أقاربي أخوالي، فمثلا نبي نحكي معهم بالرموز مثل على الواتس، نحكي مكالمة مثلا دولار عندهم هنيك نحط نقول نعناع أو أخضر. احتلت سوريا المرتبة الأخيرة عربيا في سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت وفق مؤشر سبيد تيست، وبررت الشركة السورية للاتصالات ذلك إلى وجود ضعف في الشبكة الإقليمية ما أثر على شبكة الإنترنت في البلاد. أصبح الإنترنت أحد أساسيات الحياة بالنسبة للسوريين، فبحسب مختصين بات وسيلة مهمة للتواصل بين العائلات السورية التي شردتها الحرب، وواحدا من أهم الأدوات لنقل التطورات التي تشهدها البلاد، في وقت تتهم فيه السلطات بمصادرة حق المواطنين في خدمات الإنترنت بين الحين والآخر. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب. ويواجه العراقيون ترديا في جودة خدمات الإنترنت وانقطاعات متكررة أصابت حتى الدوائر الحكومية وتعطلت بهذا مصالح المواطنين. وانتقد متخصصون قرار وزارة الاتصالات بتقسيم المناطق جغرافيا للاستفادة بالإنترنت المدعوم حكوميا، حيث يترتب على هذا القرار احتكار كل شركة في كل إقليم بتقديم الخدمة منفردة، ما يتسبب في تحكمها في الأسعار دون منافسة. تراجع خدمة الإنترنت في العراق خلال الآونة الأخيرة بدأت تثير استياء شعبيا واضحا لتسببها بتعطيل أو تأخير عمل الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص. مواطنون طالبوا الجهات المعنية بخطة واضحة لحل هذه المشكلة. خدمة الإنترنت في العراق حيل مو زينة، وخصوصا على الخط، هذا الاشتراك على الخط، يعني رصيد ياخذ رصيد عالي وخدمة مو زينة، يعني طميقات وبسرعة تخلص وما بيها يعني نت قوي. شبكات الانترنت يعني دنعاني منها هسه بهذا الوقت،
يعني الضعف مو طبيعي. يعني تروح لابو الانترنت يقول لك والله عندي عطل او عندي مشكله من الكابل الضوئي او غيره. وبعد اطلاق وزاره الاتصالات خدمه الانترنت المدعوم مطلع العام الحالي والتي تضمنت توفير 100 جيجا بايت قابله للتجديد وبسرعه غير محدده لقاء نحو 10 دولارات فقط، قسمت البلاد إلى مناطق جغرافية لتوزيع الإنترنت، وأسفر هذا التقسيم في زيادة احتكار السوق وإجبار المستخدمين على التعامل مع شركات محددة بعينها كما يقول أصحاب شركات إنترنت. خطوات الأخيرة اللي اتخذتها الوزارة كانت كلش خطوات مو مدروسة، لأنه إحنا كوكلاء يعني الاحتكار راح يصير بشركة واحدة بكل منطقة، يعني أنا مجبور راح أتعامل ويا شركة واحدة. يعني هسه احنا نقدر عندنا منافسه، يعني مثلا سين من الشركه ما عجبني الخدمه مالته ممكن احول على خدمه ثانيه، راح نوقع بمشكله اللي هي راح تكون الشركه محتكره هذا الخدمه المزوده لها، فقط راح يكون لهم ما راح يكون الشركه ثانيه، فبالمحصله النهائيه راح يكون المواطن متاذي من هذا الشيء، والأبو الوكيل اللي هو أبو البرج اللي راح يكون متأذي من عنده. ويرى مختصون أن تقسيم وزارة الاتصالات العراق إلى مناطق جغرافية مخالف للقانون، ويحصر الخدمة في شركات تدر أموالا في جيوب أشخاص محددين ويلغي المنافسة في قطاع مهم. حسب قانون 14/2010 المادة 10 الفقرة 30 يحظر تقسيم الأسواق العراقية على أساس جغرافي، فبداية المبدأ اللي بنيت عليه جودة التراخيص هو يخالف قانون مشرع في البرلمان العراقي. وللرد على هذه الانتقادات حاولنا الحصول على رد من وزارة الاتصالات، لكن مسؤوليها لم يردوا على المكالمات والرسائل، كما لم يصدر بيان رسمي بعد للتعليق على هذه الأزمة. ويواجه قطاع الانترنت في العراق مشاكل عدة، أبرزها غياب الجودة وارتفاع الأسعار، ويعد تهريب ساعات الانترنت أحد أهم أسباب تردي الخدمة بحسب المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، والتي تقدر خسائر وزارة الاتصالات بسبب عمليات التهريب هذه بنحو 120 مليون دولار سنويا. سرمد القاص، الحرة، بغداد. نتعرف الآن على الموضوع من جانب آخر ونتعرف على الحلول البديلة في حال قطع الإنترنت بالكامل. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الخبير التقني علي كلوب، أهلا فيك وصباح الخير عليك علي. بداية خلينا نحكي ما مدى اعتماد العالم اليوم على الإنترنت بشكل كامل؟ صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. طبعا زي ما بنعرف الانترنت اليوم اصبح ضروره ملحه لا تقل اهميه يمكن عن الاكل والشرب. اكثر شيء يمكن حسينا هذا الشيء بوقت كوفيد 19، كيف اصبحنا نمارس التدريس، الاعمال، كل حياتنا اصبحت الانترنت هو الحل، خاصه في وقت الحظر. فبالتاكيد يعني هو ضروره ملحه خلينا نقول ولا غنى عنه. ممكن حتى بعد كورونا مثل ما ذكرت اصبحنا نرى اهميه كذلك، ويعني وبعض الناس كذلك أصبحت ترى أنه مستحيل العيش من غير إنترنت خاصة في وقتنا حاليا. تقنيا اليوم بعد هذه التحذيرات أو ما نسمع عنه على الإنترنت عن مسألة قطع الإنترنت، تقنيا كيف يتم قطع الإنترنت عن مدن ودول بأكملها؟ جميل. هلا قبل ما نجاوب هذا السؤال خلينا بس هيك نرجع نعيد تلخيص شو هو الانترنت. الانترنت زي ما بنعرف هو شبكه من ملايين او مئات ملايين او يمكن مليارات الاجهزه الالكترونيه المتصله معا، بنلخصه بجزئتين. الجزء الاول هو الهاردوير اللي هو الخوادم، السويتشات، الراوترز، اجهزه الارسال، الكيبلات عبر العالم عبر البحار والمحيطات اللي بتشبك هذا الانترنت، هذا كهاردوير. الجزء الثاني جزئيه بنسميها البروتوكولات، بروتوكولات الانترنت، وهذا موضوع مهم. بروتوكولات الانترنت هي زي قوانين وضوابط بتضبط اتصال هاي الأجهزة ببعض. ممكن تشبهها للمشاهدين كأن أنا بحكي عن لغة عالمية هي اللي بتخاطب فيها الأجهزة من بعض. يعني لما أنا أشبك مثلا اللابتوبي مع الانترنت في بروتوكولات لازم أنا أتقيد أو جهازي يتقيد فيها عشان يقدر يخاطب مزود الخدمة ويخاطب الشبكة. طيب هلا حنحكي ليش احنا بنحكي عن البروتوكولات، بس تعطي مثال شو مثلا بروتوكولات. زي بروتوكول مثلا HTTP الكل بيعرفه، لما انا اكتب اي موقع بيطلع عندي شو هذا
البروتوكول، هذا البروتوكول بيمكن جهازي من تصفح أي موقع على الإنترنت. هلأ البروتوكولات هاي كلها طبعاً مضبوطة ومحددة من دولة مثلاً زي الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ حنحكي ليش حكيت هاي المعلومة. نيجي للسؤال، هلأ كيف يمكن قطع الإنترنت؟ في ممكن ثلاث طرق قطع الإنترنت. أول شغلة، داخل كل دولة في مزود للخدمة الإنترنت اللي هو بيكون متصل مع الشبكة العالمية. ممكن جهات عليا في أي دولة تضغط على هذا مزود الخدمة أو بأوامر إنه اقطع الإنترنت، من قطع الإنترنت. النقطة الثانية، الإنترنت في الوضع الحالي متصل بالعالم عن طريق كيبلات زي ما قلنا ممتدة عبر البحار واليابسة، فإذا صار أي عطل أو تحطم لهالكيبلات بنقطع الإنترنت عن دولة معينة. النقطة الثالثة، ممكن من الولايات المتحدة نفسها في حال مثلا صار إشي يتعلق بالأمن القومي أو كذا يمكن قطع الإنترنت برضو عن دول أو مدن بأكملها. فهاي الثلاث طرق منلخصها. يعني نحن نتحدث أو نشهد اليوم إشاعات تتداول حول قطع الإنترنت في القريب العاجل، يعني في منهم حددوا حكينا أنه طلعت في الأخير إشاعات أو فيديوهات مضللة، إلى أي مدى فعليا هناك واقعية واحتمالية حقيقية بأنه يتم إغلاق أو قطع الإنترنت بشكل كامل عن العالم، ولا أي المدة حتكون وقتها مثلا؟ يعني أنا باعتقادي هو الموضوع حاليا مجرد إشاعات، لأن الإنترنت زي ما حكينا هو الآن يعني صمام أو شيء يعني لا 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 يستغني البشر عنه من ناحية كل شيء، يعني من ناحية الاقتصاد، من ناحية التعليم، من ناحية الأمور الصحية حتى. فلا، هي إشاعات موضوع قتل الإنترنت، والحلول البديلة ممكن يعني زي موضوعنا اليوم بدنا نحكي أكثر على شو في حلول بديلة ممكن بالاتصال بالإنترنت، حنلخصها هلا مثلا لما نقول بديل عن القطع يعني. طيب ما هي؟ نعم طيب، في حال تم قطعه الانترنت. هلا طبعا الانترنت زي ما ذكرنا معتمد على اتصال كله كيبلز وسلكي، خلينا نقول البديل اليوم اللي طبعا هو بديل قديم، لكن اليوم بسبب تطور السرعات العاليه اللي صار فاصبح بديل منطقي للاتصال بالانترنت، واللي هو الانترنت الفضائي. الانترنت الفضائي شو بنلخصه او شو بتميز؟ بديل انا اول شغله هو انترنت لاسلكي، فهو كله معتمد على الاقمار الصناعيه. الميزه اللي فيه انه اليوم أنا مثلاً عشان يكون عندي إنترنت لازم يكون كيبلات واصلة وأبراج إرسال عشان تغطي المنطقة اللي أنا واصلها، وهذا الموضوع مكلف، يعني تكلفته من 10,000 لمية ألف دولار. الإنترنت الفضائي كونه بيعتمد على الأقمار الصناعية فهو قادر يغطي أي نقطة على وجه الأرض. أنا بالصحراء، في قلب المحيط، في أي مكان قادر أنه أكون متصل بالإنترنت. فهاي أول ميزة له. طبعا الموضوع عدد يمكن سمعنا إحنا زي شركة ستارلينك اليوم الهدف بحيث يغطي كل الكرة الأرضية أنه يصير تقريبا عدد 42 ألف قمر صناعي ليغطي كامل الكرة الأرضية. هذه يمكن من الإيجابيات. هلأ السلبيات أنه فعليا بتصير شركة واحدة هي المتحكمة في الإنترنت في العالم، هاي ممكن تكون مصير العالم بيد شركة واحدة، فبيكون في خطورة إذا سويس تمام من قبل هذه الشركة. طيب خلينا نحكي عن فكرة، في حال تم اللجوء، في حال قطع الإنترنت ولجأنا للإنترنت الفضائي، كيف ممكن نحن نشبك بالإنترنت الفضائي؟ كيف ممكن تكون الرقابة في هاي الشبكة؟ سؤال جميل. هلأ في نوعين إننا نشبك إحنا. أول شيء بده يكون في اتفاق، حاليا ساير بده يكون في اتفاق بين شركة، هي الشركة الوحيدة اللي الآن تقدم إنترنت فضائي هي ستارلينك، فبده يكون في اتفاق بين الدولة، حكومة هاي الدولة وستارلينك عشان تفتح المجال في هاي الدولة إنه يغطي الإنترنت. النقطة الثانية، أنا كشخص عادي شو بلزمني؟ بلزمني جهاز استقبال اللي هو بيجي زي دش عساس يلقط الإشارة، وبيجي معاي الراوتر بتصل بالإنترنت الفضائي. هلأ في موضوع كتير مهم كمان، من ستارلينك طبعا، راوتر والدش من ستارلينك، فهذا الجهاز طبعا نتخيل قديش حيعمل طفرة في بيع هذا الهاردوير للاتصال. النقطة الثانية والطفرة الثانية، الموبايل اليوم زي ما بنعرف بدون ما نسمي، لكن في اليوم شركات عالمية هي المسيطرة على سوق السمارت فونز. الطفرة أو المستقبل في السمارت فون إنه حيصير عندي الموبايل الفضائي اللي هو قادر إنه يتصل بالإنترنت الفضائي. هذا الموبايل طبعا اليوم شركة تسلا، يعني مش خيال علمي، شركة تسلا عم تشتغل على هذا الموبايل، وهو يمكن صار بالنسبة لهم يمكن صار ريدي. فهذا طبعا حيعمل ثورة في عالم السمارت فون زي ما قلنا. وإيش ميزة هذا الهاتف؟ إنه قادر إنه يتصل بالإنترنت الفضائي في أي مكان في العالم. تمام، فهاي طريقة كيف أنا كشخص ممكن أتصل بالإنترنت الفضائي. والتعامل بالإنترنت الفضائي بعيد عن أي رقابة ممكن تكون موجودة ولا لا؟ لا، موضوع الرقابة يعتمد على الاتفاق الأساسي بين ستارلينك وحكومة الدولة اللي حسب شو القوانين اللي اتفقوا عليها، لكن بلا شك الرقابة بدها تكون أقل من الوضع الحالي. هل لازم الاتفاق يكون ما بين الدولة وما بين الإنترنت الفضائي أو ساتلايت زي ما يقولوا للكثير؟ بالتأكيد لابد، يعني لازم. إحنا اليوم أنا اليوم لو اشتريت، لو الدولة هي اللي قاطعة الإنترنت
وهذا اللي صار في دول عديدة. الإنترنت الفضائي هذا ما حيصير، لأنه بيكون طبعا زي ما ذكرنا موضوع قطع الإنترنت مش بيد الدولة صفة، ولا حتى في كابلات أنا أروح أدمرها مثلا صفة وأوردي عن طريق أقمار صناعية، والطريقة الوحيدة لقطعه بده يكون بالتنسيق بين حكومة هاي الدولة وستارلينك اللي هي المزود الوحيد لهاي الخدمة. جميل. يعني ذكرت قبل قليل كيف إنه حيتم تجهيز أجهزة هواتف ذكية خلوية تستطيع الارتباط بشبكات الإنترنت الفضائية، ولكن في حال حصل وانقطع الإنترنت ولجأنا لشبكات الإنترنت الفضائية بأجهزتنا الحالية، إيش ممكن نعمل؟ شو الحل؟ في حال لا عفوا مرة تانية إنه إحنا اتصلنا انقطع الإنترنت وانشبكنا بالإنترنت الفضائي بالأجهزة الحالية، لسه الأجهزة تسلا اللي بدها تطلعها ما جهزت، لا نعمل؟ الأجهزة الحالية لا يمكن إلها أنها تتصل، فلابد يعني إحنا إذا بنحكي على ما هو في نوعين من الانقطاع، إذا الانقطاع حدث في دولة معينة بسبب هاي الدولة غير عن الانقطاع حدث في العالم كامل. صحيح. أيوة. فإذا من الدولة، على فكرة حتى الولايات المتحدة في بعض الدول اللي صار فيها انقطاع قدمت بدائل. البدائل هي: واحد، ممكن أنا أعمل الإنترنت الفضائي. اثنين، ممكن تقدم برامج لهاي للأشخاص، من خلال هاي البرامج الأشخاص يقدروا يشبكوا في الشبكة العالمية دون الحاجة لمزود الخدمة اللوكال المحلي. فهاي برضو من الحلول إذا أنا بحكي على جزئية. هلا إذا أنا بحكي أنا بشكل عام على العالم انقطع، أكيد بلزمني الأجهزة الهاردوير على أساس يتم الاتصال، سواء اللاقط مع الراوتر إذا أنا مثلا بشبك في البيت على اللابتوب، أو إذا بدي الموبايل لابد من الموبايل الفضائي، لأنه أجهزتنا العادية ما بتدعم هذا الشيء. مش هتفتح واي فاي وتلاقي الشبكة يعني. في الختام نشكرك على تواجدك معنا هذا الصباح، الخبير التقني علي كلوب، شكرا جزيلا لك. شكرا.